احنا الآن كدول إسلامية نشوف على أنه قد نستقرض من الدول الكبرى، من البنك الدولي أو من هذه الدولة أو تلك الدولة، حتى نسد كمالياتنا. لأن مثلا بقطع النظر عن أن التدخين في رأينا حرام أو مش حرام كما رأي علماء آخرين، لكن كم نصرف من ميزانياتنا في استيراد سجاير؟ قديش؟ مئات الملايين من الدولارات. كم نصرف على الكماليات البسيطة العادية؟ يعني الآن في عندنا إحنا تفاح مش قادرين نصدره، في عندنا عنب أيضا كذلك، مثل ما بيقولون المزارعين في البقاع أنه حتى فلوس حتى يقطفوا العنب معنا، مشمش كذلك، ماشي، برتقال. الآن إحنا لو فرضنا كنا شعبا يعتمد على نفسه ويقدر حاجاته، نعمل عصير تفاح، نعمل عصير رذآن، نعمل عصير عنبي، نعمل كلها أشياء نحاول إحنا الآن نشرب ما نزرع ونأكل ما نزرع. نقدر على أنه نعمل الآن نصنع المشمش ونصنع العنب ونصنع التفاح ونصنع البرتقال وما أشبه ذلك. الشركات الاحتكارية بعالم الإعلام وبعالم الدعاية تخلق لنا حاجاتنا، هي ما كانت حاجات. إحنا الآن كم نستورد من هذه المرطبات؟ كم مليون؟ لما أنت توفر لك 100 مليون دولار من هون و 200 مليون دولار هون ومن كذا، هذا تطبق المليارات. بعد إحنا ما نسقط تحت تأثير الدين، الديون الذي إحنا على الدولة ليست يعني دائما على الضروريات، في كثير من الديون تنتج من الكماليات من الأشياء اللي مش حاجة وإلها بدائل، عندنا إلها بدائل، لكن هذا الطمع